أما ما جئت تطالب به وكأنه حق لكم فنحن نرفضه. أيها الخليفة، ما أنهيت قولي أيها الرسول فاستمع حتى آخره. كنا نبعث إلى بيزنطة بمال ندفعه ليمنع عن حدودنا الشمالية قبائل الجراجمة وما تلحقه فيها من خراب في الديار وترويع الناس. وقد منعناهم أيها الخليفة. ليس كما يجدر أن يكون عليه الأمر، ولهذا فإننا نأخذ منذ اليوم هذا الأمر بأيدينا. لكن هذا المال الذي تدفعونه لسيد الأمبراطور توافقتم عليه. أو ترى أنها ضريبة علينا أو جزية أيها الرجل؟ اسمع، عد إلى سيدك واخبره بما سأقول. ليس لإمبراطور بيزنطة أي حق على عبد الملك بن مروان خليفة المسلمين في شيء. كانت الجبهة الإفريقية المحور الجدي لسياسة الفتوحات في عهد عبد الملك، إذ خاض المسلمون عدة معارك لتصفية القواعد البيزنطية وإخضاع البربر لسلطة الدولة. وبعد أن هدأت أوضاع الاضطرابات التي عصفت بالدولة الأموية، وجد عبد الملك بن مروان أمامه متسعاً من الوقت ليقوم بعمل كبير في إفريقيا، خاصة أنه خشي من انعكاس نتائج التحالف البيزنطي البربري وما يمكن أن يسببه من تهديد للحدود الغربية للدولة. فعهد إلى زهير بن قيس البلاوي بقيادة العمليات العسكرية، وأمره بالقضاء على قائد البربر كسيلة واستعادة الأراضي التي أخلاها المسلمون عقب مقتل عقبة بن نافع، وبتعيين زهير قائدا للجبهة الإفريقية. بدأت المرحلة الخامسة من مراحل فتوح شمالي إفريقيا في الحقبة الإسلامية. كان زهير بن قيس قد انسحب بالمسلمين من القيروان بعد مقتل عقبة، وظل منتظرا في برقة إلى أن تأتيه الإمدادات لكي ينهض إلى إفريقيا من جديد. ونظرا لأنه صاحب عقبة، فقد وقع الاختيار عليه ليقود الحملة العسكرية الجديدة، وأمده الخليفة عبد الملك بالخيل والرجال والعتاد والمال. سار زهير بن قيس بجيشه إلى القيروان في عام 69 هجريا، وكان كسيلة قد تركها هو ومن معه من البربر والروم، واحتمى بجبل على مقربة منها. فلما وصل زهير لم يدخل المدينة، وإنما أقام بظاهرها 3 أيام إلى أن استراح الجيش استعدادا للمعركة الكبرى. وفي اليوم الرابع التقى الجمعان بالقرب من القيروان على مسيرة يوم منها في معركة كبيرة حقق المسلمون فيها نصرا طويلا عريضا، فانهزم البربر والروم وقتل كسيلة وكثير من كبار أصحابه، وطارد المسلمون فلول المنهزمين إلى مسافات بعيدة. عاد زهير إلى القيروان ليرتب أمورها ويصلح من أحوال المسلمين بها، وبعد أن تم له من ذلك ما أراد واطمأن إلى أنه لم يعد هناك خطورة لخلو البلاد من عدو أو ذي شوكة، أعلن أنه عائد إلى المشرق. كان الروم بالقسطنطينية قد بلغهم مسير زهير ومعه الجيش كله من برقة إلى القيروان، وذلك لقتال كسيلة، فاغتنموا الفرصة وخرجوا من جزيرة صقلية في مراكب كثيرة وقوة عظيمة، فأغاروا على برقة وأصابوا فيها سبيا كثيرا وقتلوا ونهبوا، وأقاموا بها مدة 40 يوما. وافق ذلك رجوع زهير إلى المشرق فأخبر بخبرهم، فأمر العساكر بالإسراع والجد في قتالهم، وعجل هو بالمسير ومعه 70 من أصحابه أكثرهم من التابعين وأشراف العرب المجاهدين. وعندما علم الروم بقدومه أخذوا في الاستعداد للرحيل عن برقة، وفي الوقت الذي وصل زهير فيه إلى ساحل مدينة درنة التي اتخذها الروم مركزا لهم، باشر القتال وتكاثر الروم عليهم، فقتلوا زهيرا وأصحابه ولم ينج منهم أحد، وعاد الروم بما غنموا إلى القسطنطينية. في عام 74 هجريا وجد عبد الملك نفسه قويا إلى الحد الذي مكنه من استئناف الفتوحات في شمال إفريقيا، خاصة بعد أن تجاوزت الخلافة محنتها في الداخل، وجاء اختيار حسان بن النعمان الغساني قائدا جديدا للجيش الإسلامي في إفريقيا. وبذلك بدأت المرحلة 6 من مراحل فتوح شمال إفريقيا. خرج حسان بن النعمان من مصر أوائل سنة 74 هجريا على رأس جيشه، ووصل به إلى طرابلس، فانضم إليه من كان هناك من المسلمين، ثم سار إلى إفريقيا ودخل القيروان حيث أعد نفسه للغزو.
اتبع حسان خطة عسكرية جديدة أساسها مقابلة أعدائه من الروم والبربر كل على حدة حتى يسهل القضاء عليهم. وبدأ بالروم فاتجه بكل قواته إلى قرطاجة وهي عاصمة إفريقيا القديمة ومصدر المقاومة الثابت، ولم يكن أحد من القادة السابقين قد تمكن من فتحها، فضرب عليها الحصار وكان بها عدد كبير من الروم. خرجوا للقتال مع ملكهم فانتصر حسان عليهم وقتل منهم خلقا كثيرا، وفر الباقون في المراكب إلى جزائر البحر وخاصة نحو صقلية. بعد هزيمة القرطاجنيين تصدى حسان بن النعمان لتحالف بيزنطي بربري جديد، فقد حاول الروم أن ينتقموا من المسلمين لاستيلائهم على قرطاجة، فاجتمعوا في موضع يسمى صدفورة، وأمدهم البربر بعسكر عظيم، فزحف إليهم حسان وقاتلهم حتى هزمهم، وتمخضت المعركة عن عدد كبير من قتلى التحالف البيزنطي البربري، وتراجع البربر إلى مدينة بونة، ثم انصرف حسان إلى مدينة القيروان فأقام بها حتى برئت جراح أصحابه. كان حسان يفكر في أن يتصدى للتجمع البربري الضخم والشرس في منطقة جبال الأوراس في الداخل، وكان هذا التجمع بقيادة الكاهنة ديهية التي تمكنت من تجميع قوى البربر ورئاستها لهم بعد مقتل كسيلة. وكان حسان قد أدرك أن هذا التجمع له خطورة قصوى ولا بد من التصدي له، لذلك توجه إليها حسان بجيوشه والتقى معها عند وادي مسكيانة، وانتهى القتال المرير بهزيمة حسان هزيمة كبيرة أدت إلى ضياع كل إفريقيا وارتداد المسلمين إلى حدود مدينة قابس. استرد الروم عاصمتهم قرطاجنة. كتب حسان إلى الخليفة يخبره بأمر الهزيمة وما ترتب عليها، فعاد الجواب يأمره أن يقيم حيث وافاه، وتأخر وصول المدد من الخليفة لمدة تصل إلى 5 سنوات. وعندما أتم حسان حالة الاستعداد ووصلته الأمداد من العرب وممن انضم إليه من مسلمي البربر، حيث سار إلى الكاهنة والتقى بها مع جيشها وتمكن من هزيمتها وقتلها، واقتحم جبال الأوراس عنوة. وكان من ثمرات النصر أن سارع كثير من البربر يطلبون الأمان ويعلنون الإسلام والطاعة، لكن حسان لم يقبل أمانهم إلا أن يعطوه من جميع قبائلهم 12,000 يكون مع العرب مجاهدين، فأجابوه وأسلموا على يديه. في تلك الفترة حاول البيزنطيون استعادة قرطاج بواسطة أسطول بحري واقتحموها في عام 82 هجريا، إلا أن حسان أخرجهم منها، وحتى يقضي على آمالهم في العودة إليها دمرها تدميرا كاملا، وبنى إلى الشرق منها مدينة إسلامية جديدة بدلا منها وهي تونس.